الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اليوم بإذن الله تعالى سأوضح لكم طريقة تنقية السردين. هنا لدي كمية من السردين حوالي 500 جرام من النوع الكبير. نقوم بإضافة نمغ من الماء ونتركه لدقيقتين في هذا الماء، نتركه حوالي دقيقتين. إذا بعد مرور دقيقتين نقوم برص السردين قليلا فقط بهذا الشكل. نعيد وضعه في الصحن ونضيف له كمية من الماء. ونضيف له قطرة من الخل. ثم نقوم بإفراغ الماء بعد مرور دقيقة واحدة. ونغمره بالماء للمرة الثانية. هنا القشور. ثم ننزع الزعانف. بهذه الطريقة الزعنفة الثانية. ننتقل الآن إلى الرأس. نقوم بتقطيعه من الأعلى قليلا، ثم نستخدم اليد، نستخدم هذا الأصبع. نقوم بإدخال الأصبع والتخلص من أحشاء السمكة بهذا الشكل. نفتح السمكة دائما بأصبع قليلا قليلا. الطريقة لنزع هذا الشوك وهي استخدام الأصابع فقط. إذن ثم الطريقة للتخلص من هذا الشوك بسيطة جدا، هي بطريقة أخذه بهذا الشكل. إذن هكذا إلى غاية الوصول إلى نهاية الشوك، نهايته نقوم بقطعه بهذه الطريقة أو باستخدام السكين أيضا. إذن هكذا تحصلنا على سمكة نظيفة رائعة بدون شوك، جاهزة للطهي. نقوم بتنظيفها بقليل من الماء. ووضعها في سلة أو في كسكاس بهذا الشكل لكي تقطر. أتمنى أن تعجبكم الطريقة وهي بسيطة.